الله وبركاته. معاكم محمد جابر من قناه سائلين اسكندريه. انا بالحقيقه يا جماعه النهارده والله انا يعني جاي من بدري بس ما لحقتش ان انا اسجل الصبح. ان شاء الله احنا معانا بعض الاصدقاء سائلين اسكندريه نتعرفوا بيهم كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ ازيك يا عم؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك، شرفتنا المره الثانيه دي مش كده برضه استاذ يوسف؟ اهلا وسهلا بيك، يا مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم، شرفتنا. اهلا وسهلا بيك، ازاي حضرتك وايه الاخبار يا ترى النهارده والدنيا عامله ايه معاك؟ اجي لك الناحيه دي الشمس. تمام يعني الحمد لله والدنيا زي الفل الحمد لله. اللهم صل على النبي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، صلاة النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. واحد بس ما شاء الله، يعني الدنيا كانت زي الفل مع حضرتك النهارده. طب الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. الله يعزك يا رب، الله يعزك يا استاذ، الله يخليك يا عم، الله يخليك يا عم يوسف. وانا استاهل كل خير، الله يخليك يا رب. طبعا طبعا حبيب قلبي. بص يا عم يوسف، احنا معلش طريقه الفيلا دي طريقه جميله جدا وعايزين نعرفها لبعض الشباب، يعني طريقه الارض بتاعت حضرتك دي، يعني الطريقه ممكن تشرحها بس عشان يعني طريقه الفيلا دي. الفيلا اسمها ايه بقى؟ فيلا. ازاي بقى؟ في حاجه اسمها الزناد. الزناد اللي هو ده؟ دخل بقى ايه اسمه ده هو شعر جوز كده هو. ايوه دخلوا فيها وجاي صاحبه جاي داخل في الشعر. جاي صاحبه بقى على الايه على المكان وتثبته في مكانه والفله دي تبقى حره. في سبيل ان هي هتيجي لغايه هنا هتقف هيبقى زنقت. عايز 4 متر 6 متر يعني بعدين ممكن تخش مع المكان، يعني ممكن تخش هنا يعني مثلا انت عايز 10 متر في الثمن وتخش هنا وبعدين بنيجي. بس اهم شيء لازم يبقى لفوق اخر واحد. الحلقه ضيقه بتعاكس. بتعاكس طبعا. تمام تمام، جزاك الله خير يا مصر. ما شاء الله، لا طريقه جميله اصلي ومش كل الناس يعني تعرف الطريقه دي. لا الله ينور يا عم يوسف. دي طبعا رصاصه بقى راحت تحت منها صغيره كده ودي حره شباب اذا ما حضراتكم شايفين اهي. الفيلا قبل ما اخرج البيت بوزع الفيلا دي وجحت طبعا شعري صغيره. تمام. بعدين اول ما اجي بقى عارف ان دي بدل ما اقعد ادور على رصاص وبتاع وكده، لا دي فيلا. وبعدين اقعد اعمل عقده وجاي حاططها في حته شعر صغيره واحطها معايا في الشنطه. ما شاء الله. عندي عامل كذا واحده ما شاء الله. ما شاء الله، انت والله يعني في الحقيقه احنا مبسوطين جدا بوجودك معانا والله وجزاكم الله خير يا عم يوسف، شرفتني. احنا بنبعت طبعا تحياتنا للبشمهندس بدوي، البشمهندس محمد مصطفى، البشمهندس كمال طبعا والي، اهلا وسهلا بيهم جميعا. وان شاء الله تشرفونا يا جماعه، ان شاء الله معانا يوم الجمعه الجايه ان شاء الله مع بعضينا ان شاء الله. بس انا مش معاهم بقى. انت ان شاء الله شرفنا في اي وقت. سبقتهم. الله يهويك، الله يهويك. اللهم امين، جزاكم الله. طب انت عايز تقول لهم حاجه النهارده بقى بالنسبه للصيد النهارده والدنيا ايه يعني يا ترى؟ النهارده كان عاوزكم والله. النهارده كان عاوزكم يا جماعه. الحمد لله، تحياتنا اليوم جميعا. اللي جاي احسن. اللي جاي احسن ان شاء الله حبيبي، حبيبي يا فندم، الله يخليك. واللي جاي احسن يا شباب ان شاء الله. ان شاء الله مش اول، مش اخر مره دي. لا ان شاء الله مش اخر مره يا عم يوسف، ده تشرفني. حبيب قلبي ربنا يخليك، واهلا وسهلا بيك وشرفتني. تحياتي لحضرتك ولكل الاخوه. حبيبي يا عم يوسف.